مزيد حول تصعيد الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في القدس في حي الشيخ جراح وحي سلوان ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان السيد فخري أبو دياب. مرحبا بك سيد فخري. اختارات جديدة من قبل الاحتلال الصهيوني لهدم منازل 13 عائلة في حي البستان. بداية لو تفصل لنا أكثر عن أزمة 13 عائلة في سلوان وأزمة بلدة سلوان. يعني بداية سلوان هذا الحي الذي هو الحامية الجنوبية والجنوبية الشرقية والملاصق للمسجد الأقصى، ولذلك هو مستهدف حيث أنه الأقرب والأكثر كثافة سكانية، والاحتلال يستهدف سلوان لأن بها كثير من الآثار والكنوز التي تدلل على هوية القدس، وحطمها الاحتلال وجير بعضها لتحاكي أساطير مزورة وتاريخ غاضة الصناعة والاحتلال. وأيضا هناك يعني نية لإحلال المستوطنين في محيط البلد القديم والمسجد الأقصى، وهذا يتطلب من الاحتلال وأدرع الاحتلال طرد السكان وإحلال المستوطنين. هنا في حي البستان 300 متر يقع هذا الحي بعيدا عن سور جنوب المسجد الأقصى، يمتد على 70 ضلم 1550 نسمة. كل حي البستان تلقى أوامر بالهدم، ولكن قبل ثلاث أيام 13 عائلة تلقت تنفيذ الهدم خلال 21 يوم بأيدي العائلات، وإذا لم تقم هذه العائلات بهدم منازلها بأيديها ستقوم جماعات بلدية القدس الغربية والاحتلال بهدمها وتغريم السكان بتكلفة الهدم. هذا نوع من التطهير العرقي وكسر شوكة ومعنويات أهل القدس، وخاصة بعد الإنجازات والهبات الأخيرة التي أدت إلى انكفاء الاحتلال، لأن الاحتلال يريد كسر شوكة ومعنويات الناس والالتفاف على هذه الانتصارات والإنجازات بهدم منازل المواطنين بطردهم بالاستيلاء على أراضيهم. حقيقة الاحتلال الآن يريد أن يعيد هيبته أمام يعني مغلاة المتطرفين وهيبة قوات الاحتلال مما يعني خسروا في الحرب الأخيرة وفي الحراك المقدسي. وأظن أن الاحتلال سيقدم على هدم هذه المنازل التي تم هدمها نفسيا لتلك العائلات قبل أن يعني تأتي الجرافات وتهدم. طيب، ما الرابط بين ما يحدث في حي الشيخ جراح شرارة عملية سيف القدس وبين ما يحدث الآن في حي البستان وبلدة سلوان؟ لدى سلطات الاحتلال يسمى بالحوض المقدس، وهي المنطقة المحيطة بالبلد القديم والمسجد الأقصى، تبدأ من الشيخ جراح وصولا إلى سلوان طبعا بما فيها البلد القديمة، لإحاطة يعني طرد المواطنين العرب المقدسيين والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم وإحلال المستوطنين، لإحاطة البلد القديم والمسجد الأقصى بحزام من المستوطنات. ولذلك الهدف والغاية واحد، وقد تختلف الادعاءات والحجج من قبل الاحتلال، ولكن الهدف هو تصفية الوجود العربي في هذه المنطقة. وأظن أن يعني الاحتلال في سلوان لها ميزة أخرى تختلف عن الشيخ جراح، لأنها ملاصقة تماما. يعني الشيخ جراح هو جمري البلد القديمة، ولكن سلوان هي ملاصقة وحامي وخط الدفاع الأول عن البلد القديم والمسجد الأقصى، ولكن يعني يشترك الجميع في أن الاحتلال يريد دفع الناس إلى الرحيل والابتعاد والاستيلاء على المنازل والأراضي. طيب، بعد أن منعت شرطة الكيان الصهيوني مسيرة الأعلام على إثر تهديدات القسام بإعادة كرة سيف القدس، إلى أي مدى تعتقد أن الاحتلال سيؤجل النظر في هذا القرار؟ نعم، واضح أن في بعض الحالات وما حصل قبل فترة في محكمة بطن الهوى وأيضا محكمة الشيخ جراح، أن هذه المحاكم وهي جزء من المنظومة الاحتلالية التي تتبع للأنظمة والأجهزة الأمنية وساسة الاحتلال لتخفيف الضغط ولربما يعني تهدئة الأمور، حيث أن الاحتلال يريد أن ينقض على المقدسيين ومن ثم هو لا يريد ردة فعل تكبد مزيد من الخسائر البشرية والعسكرية والنفسية والاقتصادية، ولذلك قد يلجأ إلى التأجيل لربما يعني يهدأ الشارع ولتتفكك يعني اللحمة حسب ظل الاحتلال التي حصلت بين غزة والقدس والضفة وفلسطين الداخل. وواهم الاحتلال حيث أن الحراك المقدسي سيبقى، لأن أهل القدس يطالبون بإلغاء هذه الأوامر وليس تجميدها أو
تم تأجيل البت فيها. في المقابل كيف ترى وتنظر إلى موقف الأحزاب والجماعات الصهيونية المتشددة في ظل هذه التنازلات التي تقدمها الحكومة؟ بداية هم أجبروا على ذلك، يعني حقيقة الاحتلال وهذه الجماعات المتطرفة أجبرت على السكوت أو التنازل أو على الأقل القبول بهذه الهزيمة، لأنه يعني علموا تماما أنه إذا تمادوا سيكون لهم أسوأ مما حصل، ولذلك يعني مرغمين، يعني قبلوا حيث أن ما حصل من غزة وما والحراك في القدس أثر على نفسياتهم وعلى معنوياتهم، وأثبت على الأرض أن هذا الشارع لن يسقط، وأنهم إذا ازدادوا بطش سيزداد أهل القدس وفلسطين تباك وصمود، ومن ثم هم سيتلقون يعني الضربات بشكل أكبر وتكون خسائرهم بشكل أكبر، وأيضا يعني هذا الضغط الذي حصل أدى إلى انكفاء الاحتلال والجماعات المتطرفة بشكل واضح، وهذا ما نلمسه بالشارع نحن بالقدس. على المستوى الشعبي ومع الدعوات الفلسطينية لشد الرحال الأقصى لحمايته، كيف ترى أيضا يعني وضع المقدسيين قبل وبعد انتصارات معركة سيف القدس؟ عفوا إذا أمكن إعادة السؤال فلم أسمع. يعني كيف تنظر إلى وضع أو دعوات الفلسطينية لشد الرحال للأقصى لحمايته؟ كيف ترى وضع المقدسيين الآن؟ كيف تصف وضع المقدسيين الآن بعد المعركة أو بعد الانتصارات التي حصلت في معركة سيف القدس؟ أولا معنويات أهل القدس عالية جدا، وقد تلقوا إسناد ودعم حقيقي من غزة، ولذلك كسر حاجز الخوف وأصبح لنا يعني حقيقة، وهذا ما نقوله بالشارع، لنا ظهر نعتمد عليه لرد الصاعين لسلطات الاحتلال. أظن أن يعني الاحتلال يحاول كسر كوكته ومعناته الحراك المقدسي، وحقيقة الدفاع عن المقدسات عن المقدسيين من غزة، يعني رفع معنوياتنا وجعلنا نقدم أكثر ونتجرأ أكثر ونعيش الوهم الذي يسمى قوة الاحتلال وليس حقيقي، ونستطيع هزيمته، وهذا ما حصل. من القدس عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان الأستاذ فخري أبو دياب، شكرا جزيلا لك.